خبرنا الأول من منظمة الأوبك اللي هي منظمة الدول المصدرة للبترول، واللي وافقت النهاردة على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018. أوبك بتسعى للانتهاء من إزالة وفرة المعروض العالمي من الخام وتفادي انهيار آخر للأسعار. المنظمة أعلنت أنه تم التوصل للاتفاق من حيث المبدأ، وبعد ساعات من المناقشات على التمديد ده اللي وصلوا له في مقر أوبك في فيينا، وده حتى نهاية العام المقبل. مندوب أوبك قال إنها ما زالت تناقش وضع سقفا لإنتاج النفط الليبي المستثنى من التخفيضات الإنتاجية بسبب الاضطرابات اللي بتشهدها، وقال كمان إن أعضائها الـ 14 هيجتمعوا مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة وفي مقدمتهم روسيا في وقت لاحق اليوم للموافقة على تمديد تخفيضات الإنتاج المشتركة. طيب، معانا على التليفون السيد عباس النقي أمين عام منظمة أوبك. أهلا وسهلا بحضرتك معانا، تعليقك على اللي توصلوا إليه خلال هذا الاجتماع. أهلا وسهلا بكم ورحب بكم مرة أخرى على هذه القناة الطيبة. فيما يتعلق في القرار الذي اتخذ هذا اليوم، أنا في اعتقادي إنه كان قرار صائب وجيد وممتاز، وكان لابد أن يتخذ مثل هذا القرار في هذا الوقت، خصوصا أننا قادمون على فصل الشتاء، وأيضا هناك التقييد كان لحد الآن ممتاز من قبل جميع الدول الموقعة أو على هذا الاتفاق. والأهم من كل ذلك الالتزام بهذا القرار، يجب أن تلتزم جميع الدول الموقعة على هذا الاتفاق بهذا القرار. الالتزام مهم جدا، هذا اللي نتمناه إن شاء الله، وهو قرار في محله وفي توفيقه. لما حضرتك بتتكلم على الالتزام، ايه التخوفات اللي عندكم سيد عباس؟ يعني هو تخوفات، ليس هناك تخوفات، لكن يعني قد ما تكون درجة الالتزام في مقدار ما التزمت الدول نفسها في هذا القرار. لكن عندما تلتزم هذه الدول، وكما حصل يعني، وكان يعني معدل الالتزام أو نسبة الالتزام كان كبيرة في الماضي، ونتمنى أن تستمر هذه الدول في التزام بهذا القرار كما حصل في الماضي. سيد عباس، في آخر لقاء لنا في القاهرة كنت سألت حضرتك السعر العادل المفروض نبقى في حدود قد إيه بالنسبة لبرميل النفط، وحضرتك قلت في حدود $60. إحنا دلوقتي بنتكلم في حدود 63-64 دولار، هل بتتوقع أن يحدث ارتفاع في سعر برميل البترول بعد هذا القرار؟ والله يعني بالنسبة للسعر العادل، أنا دائماً أقول السعر المناسب، يعني اللفظة كلمة السعر العادل قد يكون سعر عادل بالنسبة للطرف، ما يكون عادل بالنسبة للطرف آخر، لكن السعر المناسب هو الذي يكون مناسب لجميع الأطراف سواء المستهلكين أو المنتجين. الأسعار الحالية يعني في المستوى يعني المعقول في رأيي الشخصي. في اجتماع المفروض ان هو بيتم حاليا او هيتم ما بين الدول الاعضاء والدول الغير اعضاء في المنظمه، وطبعا في مقدمتهم روسيا، هل تتوقع ان يبقى في نوع من انواع التردد او عدم قبول الاتفاق الذي توصلت اليها المنظمه؟ والله أعتقد أن الدول التي اجتمعت وقررت والتزمت في هذا القرار، أعتقد ستلتزم في هذا القرار سواء من الدول المنتجة أو الدول المستهلكة طرفا، وحتى أي اجتماع قادم بين الدول الأعضاء في الأوبك ودول غير الأعضاء، يعني من الأسباب الرئيسية لنجاح هذا الاتفاق في وقت كان. السيد عباس النقي أمين عام منظمة الأوبك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على مشاركتك معنا.